تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم جهود التنمية الشاملة بسيناء، افتتح دكتور الهلال الشربيني وزير التربية والتعليم والفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة 6 مدارس جديدة بشبه جزيرة سيناء، تم إنشاؤها بالجهود الذاتية بالتعاون بين القوات المسلحة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بشمال ووسط وجنوب سيناء. كما قام وزير التربية والتعليم بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة حكومية للغات وأخرى للمرحلة الثانوية بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية وخدمة أبناء مدينة راس سدر والقرى والتجمعات السكانية التابعة لها، موجها الشكر والتقدير للقوات المسلحة وللمستثمرين ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم في دعم العملية التعليمية بشبه جزيرة سيناء. اللي شفت النهاردة في سيناء ده نموذج، يعني جميل الحقيقة، جميل في التعاون بين القطاع المدني والقطاع العسكري وبين التفاهم والقناعة بأن احنا بالفعل بلدنا لازم تتطور ومش هتتطور إلا بينا كلنا. من جانبهم عبر المواطنون وأعضاء الجمعيات والمستثمرون عن سعادتهم بهذا الإنجاز الضخم الذي يعد إضافة لأهالي سيناء. التعليم يعني تنمية، احنا عندنا مقولة كده شهيرة، افتح مدرسة تغلق سجنا، تنمية تبدأ من التعليم، وتعليم يعني استقرار. الحقيقة أفكار كبيرة جدا مع وجود اسم شهيد تخليدا لذكراه وصبرا لأهله، أنا شايفة والده موجود معانا، احنا سعداء جدا وجود سيدات وسيدات مجتمع وسيدات أعمال في هذا الحدث. الحقيقة كمان مدينا نوع من الفخر ان احنا مشاركين في تنمية لسيناء الحبيبة، جزء من مصر اللي احنا كلنا وراه، مش الجيش بس، المجتمع كمان، رجال وسيدات وشيوخ وأطفال، هيبقى ده المقر المهم في ان هم يعرفوا يعني ايه معنى الوطنية. المدرسة نشأت في مقرب من 60 يوم، ودوت كان جهد متواصل، الليل بالنهار، وكان فيه جهد كبير جدا من متواصل بين جميع الجهات من القوات المسلحة ومن التربية والتعليم. بالنسبة لأطفالنا بيعدوا الناحية الثانية الشارع السريع، في كانت تحصل حوادث ومشوار، والأمهات بتخاف على الأطفال، هي نفس اللي بتعدي الأطفال الشارع السريع، فبالنسبة لها يعني هي مكانها موقعها كويس جدا جدا. لح الحقيقة قوات مسلحة عملت جهود جامد جدا الفترة اللي فاتت، لأنهم بنوا لنا مدارس كتيرة، لأن المنطقة هنا ما كانش فيها قدرات تعليمية عالية. 6 مدارس في 3 شهور غطت لنا مناطق كتير قوي، في الحمة وفي تجمع طرابين أبو حامد وهنا في الجراجرة وفي الدروز، بقى في معامل وبقى في أجهزة تعليمية متطورة زي الداتا شو، وبقى في مدرسه كمان اللي هي التربيه الفكريه والسمعيه، ما كانش فيه، كان فيه فصل واحد بس، فده توفر وتوفرت المدرسه بتجهيزات عاليه جدا. افتتاح المدرسه النهارده ده هيكون يعني فتحه خير ان شاء الله لعمل كبير جدا جدا في شمال سيناء. انا منتظره ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون بايدين قواتنا المسلحه الباسله، هنقضي على الارهاب، وقريبا سيناء بلا ارهاب ان شاء الله. حضر الاحتفال محافظه شمال وجنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وشيوخ وعواقل سيناء وأسر الشهداء.